قايمة جامدة جدا، لعيبة كلها جامدة جدا، لعيبة مهارية كتير. وليد الإكراكي مدرب منتخب المغرب أعلن القايمة اللي هتلعب مباراتين أفريقيا الوسطى في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، اللي كده كده المنتخب المغرب متأهل لها لأن هو صاحب الأرض منظم في 2025. لكن تعالوا نشوف مع بعض المفاجآت اللي شهدتها القايمة، وأهمها طبعا استبعاد لاعبين الأهلي أشرف داري ويحيى عطية الله الباك الشمال، وكمان شهدت القايمة استبعاد حكيم زياش. وتعالوا بينا نشوف القايمة ونستعرضها مع بعض على طول. في حراسة المرمى طبعا ياسين بونو، ومعاه منير المحمدي، ومعاه كمان صلاح الدين شهاب. أما في الدفاع أشرف حكيمي طبعا، محمد الشيبي لاعب بيراميدز المصري، عبد الكبير عبقار، جمال الدين حرقاس، نايف أكرت، عبد الحميد أياد بودلال، وكمان آدم إزنو، وكمان النجم نصيب مزراوي نادي مانشستر يونايتد. في الوسط سفيان مرابط موجود، بلال الخرنوس اللاعب الرائع موجود، اسماعيل السبياري موجود، اسامه ترجليم موجود، رضا بالحيين موجود، وكمان عز الدين قناحي النجم طبعا اللي كان معاهم في كاس العالم موجود. في الهجوم بقى اسامه الصحراوي بينضم لمنتخب المغرب النجم اللي احنا شفناه، كمان الياس اخوماش موجود، ايوب الكعبي موجود، يوسف النصيري موجود، سفيان رحيمي موجود، امين عدلي موجود، الياس بن صغير موجود، وعبد الصمد الزلزولي موجود. وهجومه ولا اروع، وهجومه هو الاقوى في افريقيا كلها بصراحه. منتخب المغرب ما ينقصوش اي حاجه، ما يعيبوش اي حاجه، المفروض ان هو يحصد البطولات بالقايمه ديت. القايمه فعلا كلها امكانيات كبيره، كلها لعيبه كبيره، كلها لعيبه بتلعب في انديه مهمه في اوروبا، ناقصها بس ان هي يبقى معاها شويه توفيق. والقايمه جامده جدا، لعيبه كلها جامده جدا، لعيبه مهاريه كتير.